السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة من الكاف تحل بقسنطينة وتعاين ملعب الشهيد حملاوي تحسبا للشان. يلا بينا مع بعض نشوف شو حصل، وبتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وتحية كبيرة لجميع متابعين قناتي يوميات شادية العموري، وتحية لكل من يرانا بهذا الفيديو. هيا تعالوا معنا نشوف شو بيعملوا شو بيسووا. يلا الله، قمة اللوعة، حلو. يعني نحن جد متفائلين، خاصة بالنسبة لمدينة قسنطينة. كل ما نحضر لهنا نشوفوا بلي فيه تطورات، فيه أشغال جديدة، فيه أمور تطمئن، ويعني نحن جد مسرورين. ونشكر السي سعيد حقاس اللي هو واقف على المشاريع هذه ويقدم يعني في مجهودات. الحمد لله حتى لجنة الكاف لاحظت بأنه يعني فيه زيارات كثيرة، كان جاوا المتخصصين بالبيتري، جاوا ايضا ان شاء الله راح يكونوا هنا تاع لا سيكوريتي. سي فريمون اي سون توس يعني كونتون د لافونسمون دي طرافو نيفو دو ستاد دو كونستانتين. الحمد لله راضيين. وكان يعني كنتوا ايضا تبعتوا معنا في شهر افريل كيف كانت حاله الملعب، واليوم الحاله رانا فيها بفضل المجهودات الجباره اللي قاموا بها السلطات المحليه.